السلام عليكم ومرحبا مجددا لمتابعة فورم نيوز لهذا الأسبوع. بلغت نسبة الأجانب في إيطاليا خلال العام 2009 7%، وهي نسبة تفوق تلك النسبة التي سجلت خلال العام 2008 2000، إذ بلغت نسبة الأجانب المقيمين في إيطاليا حينذاك 6.5%. وتزيد كثيرا نسبة تواجد الأجانب في شمال ووسط إيطاليا مقارنة بتواجدهم في الجنوب الإيطالي، حيث تبلغ النسبة هناك 2.7%. جاءت هذه الأرقام طي تقرير الموازنة الديمغرافية الوطنية للعام 2009 2000، والذي صدر عن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا. وعلى المستوى العام فقد بلغ عدد سكان إيطاليا خلال حتى 31 ديسمبر 2009 2000 60,340,000، بزيادة بلغت 295,000 نسمة عن العام 2008 2000، وذلك بفضل الهجرة من الخارج إلى الأراضي الإيطالية. أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية مؤخراً قراراً يقضي بمنح الدعم الاجتماعي الشهري أيضاً للمعوقين من المهاجرين الذين لا يحملون الإقامة الدائمة في إيطاليا. وحسب رأي المحكمة، فإن الشرط الإضافي الخاص بالإقامة الدائمة لا يتماشى مع الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ويجدر بالذكر أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان يمنع التفرقة القضائية في إطار الضمان الاجتماعي، وعليه فإن معاش الإعاقة يمكن صرفه كذلك إلى الأجانب الذين لا يحملون الإقامة الأوروبية الدائمة، وشريطة أن تقوم الإقامة غير الدائمة شرعية فقط. 40% من الأجانب في إيطاليا يختارون التسجيل في المعاهد العليا الفنية المهنية. هذا ما جاء مؤخرا ضمن الدراسة التي أصدرتها فونداتيون كاريبلو، وقد أكد هذا البحث الفرق العميق بين خيارات الدراسة بين الطلاب الأجانب والطلاب الإيطاليين. وتتعلق هذه الاختلافات من جانب بقرار ترك أو قطع المسيرة الدراسية، ومن جانب آخر تتعلق بما يفضل دراسته الأجانب، أي أبناء الأجانب أو الإيطاليين. كما أثبتت الدراسة أيضاً أنه وفيما يتعلق بنوعية المدارس أو المعاهد العليا بعد المتوسطة يؤثر كثيراً طول فترة الدراسة وظروف عمل أولياء الأمر. تشارك روابط المهاجرين الذين يعيشون في مقاطعة ترنتينو في الحملة الخاصة باليوم العالمي للمانحين في 14 يونيو الجاري. ووضعت منظمات آفيس وآدمو وليغا بازي باتيستي وآيدو برنامجاً يحتوي على سلسلة من المبادرات التي ستجري بميدان بياتسا دانتي ما بين 13 و15 يونيو الجاري. وسيتم نصب ما يسمى قرية المتبرعين بالدم بهدف التوجيه المعنوي للمواطنين وخاصة الشباب منهم حول الأهمية الاجتماعية والصحية للتبرع بالدم والأعضاء. كما يشارك في الترويج لهذه الحملة أيضا شينفورمي بإنتاجه لفيلم دعائي قصير يمكن مشاهدته عبر الموقع www.shinformi.it. حتى اللقاء القادم، دمتم في أمان الله ورعايته.